نظمت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعا تنسيقيا جمع المسؤولين فيها بعدد من الخبراء العاملين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ويأتي هذا الاجتماع الذي ستتفرع منه ورش عمل عدة تستمر فعاليتها لمدة 4 أيام متتالية بهدف تقديم الدعم الفني لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في البحرين، فضلا عن المساهمة في وضع استراتيجية شاملة للأمن الغذائي بقطاعاته المتنوعة من شأنها تلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمواطنين مستقبلا. هذا ومن المقرر أن تعمد ورش العمل إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بكل ما يضمه القطاع الزراعي من ثروات حيوية كموضوع الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية، وصولا إلى جزئية هامة تختص بموضوع الدعم الإحصائي بالشكل الذي يلامس أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وارتباطها بالاستراتيجيات والبرامج الوطنية في البحرين. الهدف منها حقيقة تعزيز التعاون مع هذه المنظمة، وبالأخص ما في مجالات الإحصاء الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وأيضا ما يتعلق باستراتيجيات الأمن الغذائي. أولا للاطلاع على ما هو موجود، وثانيا لوضع خطة لتحديثه ولوضع خطة لاستمراريته أيضا. يعني ما يكفي أن احنا نحط جهد ونجمع معلومات لما هو موجود اليوم ولا ما هو واقعي، ولكن لابد أن احنا نوضع آلية لتحديث هالمعلومات بحيث أن دائما نكون عارفين وضع مملكة البحرين بكل ما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي. الأمن الغذائي موضوع مهم جدا في المرحلة الحالية بالنسبة لكل الدول وبخاصة البحرين، فإحنا قمنا في الأمم المتحدة بجلب بعثة حتى تنظر إلى موضوع الثروة السمكية، موضوع الإحصاءات، وموضوع الزراعة. التلات عناصر دول بيساعدوا في تكوين ما هو مطلوب وما هو مطلوب تغييره في السياسات الخاصة بالأمن الغذائي. فوجود هذه البعثة من منظمة الأغذية في البحرين الآن لتساعد جميع المؤسسات المعنيين بالقطاعات المختلفة دي في ما تحديد الاحتياجات الأساسية وما هي بعض السياسات التنموية المطلوب تحديثها.